ونذهب إلى مكان آخر يمكن هيك الأعصاب بترتاح فيه شوي، خصوصا إذا حدا منكم شنهار هيك وقع ضحية هذا الشحاد. قصته كتير حلوة وقصته كتير مضحكة. بقولوا الشغل مش عيب حتى أوقات وبظروف معينة، إشحادي كمان والتسول مش عيب، بس العيب إنك تكون عم تضحك على الناس. كاميرا 1544 رصدت حالي، فينا نعتبرها من ميل إنها ظريفة ومهضومة، ومن ميل تانية هي حالة نصب مبرمجة، خصوصا إنها بتندرج تحت إطار العمل الإنساني والمساعدة الإنسانية. وإذا حدا بيكتشف إنه أكل الضرب من هالمتسول فممكن ينعكس الأمر سلبا على إنه يرجع يساعد أي شخص آخر ممكن بالفعل يكون محتاج. لهالسبب نحن قررنا إنه نلحق هيدا الشخص من بيته لمكان عمله، يعني مكان التسول، ونرجع معه على البيت لنشوف بأي بيت قاعد، بأي ظروف اجتماعية قاعدة، وكيف صارت التسول مهنة احتراف عنده. شوفوا كاميرا 1544 شو صورت ولشو وصلت. شحاد مقعد وعم يبيع علكي أكيد بيوجع القلب، بس شي مرة فكرتوا إنه يمكن يكون عم يضحك عليكم؟ هيدا هو الشخص نفسه يلي كنتوا عم تشوفوه وبكامل صحته. وكل يوم الساعة 10 الصبح بيركب بهيدي السيارة، بينتقل على منطقة تانية وبيتحول لشخصية تانية. ومن بعد ما رصدته كاميرا 1544 الخفية من منطقة الجناح وصولا لمكان تمركزه على أوتوستراد الجديدة، قربنا وحكينا معه. طب ايش يا مهندس؟ شو عندك؟ مسابح صار صور قدسين بفو. شو سعرهم هودا؟ لا أيها بفو. المسابح مانا إذا مانا ما منتاجر بالصلبين، اللي بدك إيه سمحة نفس. طب ليك طلع عن الطريق أحسن ما يقشوا. طلع 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 لا ما في. شو اسمك؟ يوزيف عوض حنين. وهلا عايش وحدك؟ لا كيف انا عايش بكرم الزيتون انا وامي واهلي. كيف بتجي لهون؟ صفين على كرم الزيتون. بس يوحنا بياخد انسولين، بعد بدنا نغسل كليبه، بتتمنوا له لخا يكون زوزو بس خلاص. بدي وركان بلاستيك 250,000 حق الوركان. بنعمل العملية بألمانيا، عملية كتير صعبة، يعني الحكيم كوني معي بياخد أنسولين يعني مانا كتير ظابطة. مش هيك يعني؟ لا البرك من هون. اوكي بس هون شو هون كالسين من تحت؟ لا بدنا نلاقي حل، بدي أحل لك مشكلتك مش فالي. فيك تلاقي لي شي رقم؟ تبي مثلا تبي توني خليك تبي نمبر بوك لما يطلع رقم. بس دقينا على الام تي في مثلا. دق 0444 غير النهار مثلا. ما بدي ضيعك، بركي مع التلقيق. لا ما فيك تضيعني. هلا بركي مع جوزيف كيف ما سألت عليه بصد البشرية؟